هذا المعرض سيمكن من أولياء التلاميذ من اقتناء كما قلت جل الأدوات أو التي يحتاجها التلاميذ بأسعار تنافسية، فيها ما هو محلي إنتاج محلي، فيها ما هو إنتاج على مستوى الوطن، وفيها المستورد، لكن المستورد لاحظنا اليوم بأنه بصفة كما نقولوا بنسبة أقل بارابور أوزاني بريسيدون. الأدوات متوفرة بالنسبة للأولياء، يعني أنهم يكونوا متوفرين في مكان واحد ما شاء الله ربي يبارك. أسعار أنا نشوف في بعض التجار تقريبا معظمهم دايرين سولد، يعني حاجة مليحة للأولياء. نتمنى يجوا يتقربوا لهذا المعرض في أقرب وقت.